ربنا يزيدك من نعيمه يا حاج ويسعدك. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اتفضلي يا حبيبتي. تعالي يا ست الحبايب. احنا كده بقى جاهزين وبكره ان شاء الله نفرح هنا شويه. وقلبي لا شويه ايه بقى يا حاج، دي اول فرحتنا ولازم نفرح بيها. طب انا بقول نفرح هنا شويه. لا يا حاج شويه ايه، ده احنا عايزين فرح وهيصه وزفه تقلب الحاره. مدام بما يرضي الله على البركه. ايه ده يعني انت فعلا يا حاج موافق ان احنا نعمل فرح؟ من بكره الصبح هتلاقي الصوان منصوب في الحاره والنشاره ماليه كل الارضيه والكراسي مترصصه جنب بعض، الناس وش بعض كده، والنور جاي في الحاره كلها من اولها لاخرها، وربنا يا رب يكملها علينا بالستر ويديم علينا النعمه. قولوا امين امين. بركاتك على الجوازة عشان البيه يرضى عنك. في يا سميح مالك بتتكلمي كده ليه؟ هطق من جنابي. طب يا اختي اهدي بس وصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. زي ما قالت انهار الجوازة تمت وخلاص، مفيش في ايدينا غير اللي اتفقنا عليه. يوه واضح ان اعصابك تعبانة يا سميح، ما تيجي معايا الجامع وتسمعي لك الدرس وتصفي قلبك من جوه. عارفة يا هدى لو ما مشيتيش من قدامي دلوقتي انا اللي هصفي دمك. امشي. خلاص خلاص السلام عليكم. خلاص كده كله تمام. انا الست سميحه مش معاها في اللي قالته، بس الصراحه هي عندها حق في حاجات كتير يا ستي. انت بنفسك بتوضبي لها اوضتها يا قلبك؟ ده انا لو متجوزه ده فرضا ودخل عليا بضره كنت ولعت فيها وفي الاوضه وفي هو شخصيا. زي ما قال الحاج يا قلبك يا ستي، ده انت جبل. ستي في ايه؟ كف الله الشر، فيكي حاجه يا ستي؟ في ايه يا قليله انت يا مجنونه؟ مفيش حاجه. يلا اتفضلي روحي اعملي اللي انا قلت لك عليه. يلا. حاضر. كل اللي انت طلبته جاهز. اتفضل يا دكتور. ما تخلي يا حاج. كتر خيرك. انا مش عارف انت تعبت نفسك ليه وجيت تاخد الحاجه، ما كنت سبتنا ابعتهم لك البيت زي كل مره، ولا حتى كنت بعتش حتى ياخدهم. انا جيت لك المره دي علشان سببين اتنين. ايه هو السبب الاول؟ البتاع اللي اديتها لي المره دي. تعالى يا دكتور. حلو ولا خد اللي بالنسبه البتاع اللي انت اديتها لي المره اللي فاتت، تعبت جدا، روحي راحت، ده عادي ده ولا ايه؟ ما هو انت لازم تريح نفسك شويه، انت بتجهد نفسك كتير جدا، وده اللي بيوصلك للحاله دي. اعمل ايه؟ ده كمين مفيش مفر مني، ما انت سيدي عارفين، يعني اقلق ولا ايه؟ بالهداوه مفيش قلق، خف شويه من الواجب. خف من الواجب؟ ازاي؟ ده انا عندي بدل الواجب 4. لكن ما قلتليش ايه السبب التاني؟ اني بفكر ابات بره البيت الليلة. ايوه ايوه ايوه. طيب فواز. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام يا ابني. اتفضل.
خير يا فواز، اللي جابك السعادة يا ابني؟ خير خير يا حاج، انا قلت اجابت معاك الليله دي، وبكره بقى ان شاء الله ابقى اجهز من هنا. ايه اخبار يعني؟ بقصر الشر، مش طالبه كلمه من دي ولا لاوي تبوز من دي، انا لسه هشوف بلاوي. اما في ناس جبانات بشكل وانا مش عارف فيها فواز. انت يا ابني مش قلت لي خلاص هم عرفوا وانت مش همك حاجه؟ قلقان من ايه وخايف من ايه كده؟ مش خوف يا حاج ولا قلق، ده الحرص منه. طب يا عم الحريص، خش شوف لك حاجه تنام فيها على ما اعمل لك انا لقم. لا 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 لا، لقمه ايه؟ انا اتعشيت خلاص، لو عايز تقوم كمل نوم انت. نوم ايه يا واد؟ نوم ايه؟ انا اصلا مش جاي نوم، ده انت جيت لي نكده. ايه في حاجه ولا ايه؟ تعيان؟ اجيب لك دكتور؟ يا عم ارحمني من السيره دي. دكتور ايه؟ ما انا زي الجن قدامك اهو. الدكتور انا بس اصلي بفكر شويه ودماغي مشغوله حبتين. دماغك مشغوله بايه؟ فواز. ايوه فواز. ايوه يا حاج، اجيب لك دكتور يا حاج. يا ابني ارحمني من السيره دي، قلت لك. الله، في ده فال مش كويس حتى. فال؟ الكلام الجديد ده؟ انا فواز الزهر هحصلك في جمعتك حبيب قلبي. الحمد لله على السلامه. عروسك بقى في ركبتك عشان احصلك في جمعتك يا ابني. ما انت رايح تتجوز بكره. اه صحيح. تاني بعدين يعني. تاني ولا تاسع وعاشر؟ ارحمني بقى. سيبك انت يا حبيبي، تعالى لي في حضن ابنك حبيبك. تعالى. يا لو كنت قلت لي وانا جاي. ايه كنت هتعمل ايه يعني؟ كنت عملت حسابك يا حاج. لا 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 لا. ايش ايش ايش؟ ايه الكلام الكبير ده يا عم؟ مش حياتك، ده احنا اتطورنا قوي. عليا النعمه اللي كنت شفتك بالبدله دي قبل ما اتجوز، كان ممكن افكر. في ولا في البدله؟ مش فارقه، الاتنين شكلهم جديد. الله الله الله، ده ايه الخفه اللي ربنا اداها لك فجاه دي؟ وانت ايه الشياكه اللي ربنا انعم عليك بها دي من غير مناسبه؟ المناسبه؟ المناسبه كده بس، مش هقول لك. اخص عليك يا شحاته، هو احنا مش متفقين اللي يعرف حاجه يقولها للتاني؟ ماليش مزاج، هسيبك تفضلي على كده. اخص عليك بقى الرخامه بقى، هي المناسبه. والنعمه انت اللي رخمه قوي، بس هقول لك. ريك. يعني ايه؟ الرابعه. مش غريبة قوي ان يكون فرح اخوكي فواز النهارده وما يعزمناش؟ يعني هي اول ولا اخر جوازه يا علي؟ ما انت عارف فواز ما بيحبش الهيصه، بيحب يخلص بدري بدري. ايوه بس انا سمعت ان اهل العروسه عاملين فرح ومعازيم وليله يعني. اه ابويا قال لي، وقال لي كمان لو عاوزه تيجي تعالي، بس انا بقى اللي قلت له بلاش. بلاش ليه؟ مش عاوز اخسر انهار يا علي، انهار برضو بنت عمي وحبيبتي وليها جمال كتيره في رقبتي. ما ينفعش بقى اروح اهيص في فرح واحده هتبقى درتها، عيب. اللي انا بقى مستغرب له، اخوكي ورث ده الجواز الكتير ده من مين؟ هو طول عمره كده يحب الستات موت. انا فاكره واحنا صغيرين كان ليه مغامرات قد كده، بس الحمد لله بقى ربنا هداه وبعده عن اي حاجه حرام. من يوم ربنا ما اداله وهو كل لما يحس بحاجه ناحيه واحده يتجوزها على طول، وهو شرع ربنا. ايوه يا بنت، بس شرع ربنا ما قالناش يعني نتجوز عمال على بطال كده. ربنا ادى للرجاله رخصه الزواج من اربعه في ظروف معينه، مش اي كلام يعني. يعني مش اي واحد معاه قرشين يوم رايح يتجوز. نعم يا اخويا، يعني ان شاء الله. يعني انت لو جري في ايدك قرشين هتروح تتجوز عليا؟ انا بقول لك ايه وانت بتقولي ايه يا بنتي؟ اذا كنت بنتقد اخوك شخصيا. اه بحس. تعرف يا علي لو الشيطان لعب في نافوخك يوم انا هعمل فيك ايه؟ هتعمل ايه؟ لا ولا حاجه يا اخويا، هتلاقي نفسك متكون في حفره متر في متر وعليها شويه تراب، وانا قاعده بالعيله والول عليك. يا ساتر، ده انت طلعت مفتريه. خش يا سماح. العشاء جاهز يا قبل. طيب يا حبيبتي روحي اعملي لنا شاي على بال ما ناكل. حاضر. استنى يا سماح، اتعشيتوا ولا لسه؟ لا لما تتعشوا انتوا الاول. لا روحي اتعشي وبعدين بيعلقي على الشاي. حاضر. ايه يا علي؟ ايه؟ انت فاكرني هجوعها يعني؟
لا يعني بس مش عاوزين نشيل ذنبها، دي امانة في رقبتنا دلوقتي وهنتسيل عليهم الايام. ماشي يا اخويا، ربنا يقوي ايمانك. يلا بقى قبل الاكل ما يبرد. يلا بس بقول لك ايه، ما تتقلش في العشاء. يا عروس الناس مبروك يا ست الناس، مبروك يا سيد الناس. وسع يا ست، وسع يا حاج، يا ألف نهار أبيض يا حاج، يا ليلة بيضا يا حاج. اللي في الدنيا دي يا بلال، ده بيت العيلة، واللي جوه دول هيبقوا أهلي. أيوة بس اللي جوه دول برضو يبقوا، اللي جوه دول أهلي وناسي وعزوتي في الدنيا، وهيبقوا عزوتك أنت كمان. أيوة بس هنفضل برضو في الأول وفي الآخر ضرايب. ما عندناش الكلام ده، مفيش عند فواز الصياد الجو ده، كلنا هنا عيلة واحدة، وهتشوفي بنفسك هيستقبلوك إزاي. مش هحكي، تعالي بصي بنفسك. يلا احلى قفله طبعا. والله يا حياتي اتفضلي يا عروسه، بيتك ومطرحك. يا حاج يا ابو
حاجه. يا اختي قومي ضحكي معانا، ده احنا حتى كنا بنهزر معاكي وقلنا نفرح بيكي يا عروسه. هي دلوقتي تشرب العصير وتبقى كويسه وزي الفل. العصير يا حاج، العصير. لا العصير بقى ده مفيد جدا. ايوه لا ده هيفوقك كده. ايوه خدي بطله كده. شاب يا حبيبتي بالهنا والشفا. بطله. بالهنا والشفا. هو اللي بالهنا والشفا. هي شربت حاجه تاني يا نهار؟ تاني يا فواز تخلصوا. انهار قادر. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بالهنا والشفا. يلا بالشفا. ايه اللي ايه جاك قهوه منك ليها؟ يلا كل واحد على ضيطه. طيب تصبحوا على خير. من اهل. طب يا حاج لو وصلت اي حاجه ابقى رنيني على الموبيل، هتلاقيني على طول باراشوت. تقول بس يا موحه. مش هنعوز. اتهدي بقى يا سميحه. طيب يا حاج ما يلزمش حاجه مننا؟ ما يلزمش. يلا شكرين. طب انا بقولك يا حاج البنايه شكلها تعبانه قوي، ما تطلع انت تبات مع العيال واحنا نقعد هنا نهنلها وندلعها طول الليل وناخد بالها منها. والله فكره. يلا بينا. يلا بينا. ارتاحوا يا حاج. ما تخليش يا حبيبي. حلوة. فواز هكبس. يلا روح. يلا يلا انت بتفكري. يلا مش يا حاج. راح اعيش معاهم ازاي دول في بيت واحد؟ ازاي؟ ازاي؟ لا 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 اوعي بقى نبوظ فرحتنا عشان شوية هزار. هو ايه ده الهزار؟ طبعا خدي بالك خدي بالك هما اللي موظفين لك الاوضه دي بذمتك. شفتي حنيه اكتر من كده؟ عرس ونايم هيكونوا عاملين لي في الاوضه عمل. عمل ايه يا دلال؟ دي ناس تخاف ربنا. لا 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 ما عندناش الكلام ده. البيت اللي فيه قران ما يدخلوش الشيطان. انا مش عارفه ليه حاسه ان جسمي كله بيرتعش وحاسه ان انا متلجه. متلجه؟ دلوقتي التلج يدوب اول ما الحراره تسري والدم يجري والقلب يدوب 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 والروح تطير تطير توصل لسابع سما. شو لك خبره؟ شفتي حاجة؟ احنا دلوقتي نقوم نصلي ركعتين ونقعد نقرا في المصحف شوية كده هتلاقي نفسك هديتي وصفيتي وبالك ارتاح ونرجع تاني تلاقي الروح طارت طارت في سابع سما. ايه ده؟ خلاص خليكي زي ما انتي ولا اللي هغير لك هدومك. فين هدومك؟ قلنا بلاش تصنت بقى. حرام حرام. النبي تنيلي اسكتي وتكويكسي. كفايه اللي بيحصل جوه. يا رب اخلص منكم انتوا الجوز عشان اعرف اسمع كلمه كلمه واحده يا شيخ. خليكي معايا يا انهار. دلوقتي هو كان بيغمس لك ليه؟ عشان تحط لها الحبايه في الكوبايه مش كده؟ لا كان بياخد مني معاه. كنت هتحطيها لها في العصير صح؟ يا اخي تاني ليه يا فرحه خير في كده؟ تحط الحبايه في الكوبايه؟ لم روحك يا سميحه بدل ما اجيبك من شهر. جرى يا انهار؟ هو انت يا اختي مش قادره على الحمار هتقطعي على البردعه ولا ايه؟ لا ده انا اللي بردعه قوي بردعه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله يا جماعه ارحمونا. كفايه كفايه. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دلال دلال دلولة انت ما لبستيش قميص النوم ليه؟ دلال دلال الليلة السودة دي يا نهار يا سميحة يا هدى. يا سميحة خشي يا فتي. ايه يا اخويا في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في ايه؟ ايه حاجة في ايه؟ عملت
يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي تاخد شباتك؟ انا والله ولا فايك يا بنتي. يخرب بيتك بتسخني يا راجل. يا حاج مالك اعصابك بقت رهيفه خالص. ايه دي نايمه؟ ده منظر واحده نايمه؟ اكونش يا اخويا اديتها حبايه منومه بتاعتي بدل الحبايه اللي بالي بالك؟ اكونش اكونش في ليله زي دي انهار؟ وماله يا حاج؟ ما انا باكونش كل يوم وعايشه انهار. خلاص يا حاج خلاص، المسامح كريم تتعوض والايام جايه كتير. جاهده زي ما نمتيها هتصحيها. يلا يا اخويا يلا. طيب ايديكم معايا يا شباب. هتعملوا ايه؟ هو ده اهو يا عايزك يزعق جنب يمين. حاضر. يا رب تكون يا سندي. خدي فوقي فوقي يا عروسه. انسي يا امي، ده انا باخد الحبايه دي بنام لي اسبوع. انت حاول تحاول هاتي اهو. يلا بقى يلا يا امي فوقي. انت وسع انت بتعملي ايه؟ يلا يا حبيبي. يا اختي بقول لك صباحية مباركة. انت ايه في مشكلة في السمع؟ لا 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 السمع تمام اهو اهو. صباح الخير يا اختي. صباح النور يا اختي. صباحية مباركة عليكي يا عروسة يا حلوة. تعالي في حضني، انا معرفش راحة بيكي امبارح. ايه ده؟ ايه اللي بتعملي ده؟ حلوة الا قولي لي يا اختي، هو الحاج لسه نايم؟ لسه نايم. حلو، فرصة علشان نتعرف. بس اوعي تكوني زعلانة مني من حركة امبارح، أصل احنا كل فترة لازم نعمل زار عشان نفك الكرب والهم يروح. أنا اسمي أنهار، أنتِ مين؟ أنا دلال. اسمي دلال. دلال يا أختي اسمك حلو وطعمة وبيضة، إيه الروقان ده؟ شعري حرام عليكي هيتقطع في ايدك. معلش يا حبيبتي، ما انا لازم اتاكد انه حقيقي، افتكرته تركيب بس حلو وناعم. وانت لما انت حلوه كده سبتي سرير جوزك وقمتي من جنبه بدري كده ليه؟ ابدا، اصلا انا صحيت من النوم يعني، فخفت اعمل دوشه في الاوضه وكده، فقلت اسيبه نايم براحته. حبيبتي حبيبتي احنا هنا. ايوه قلبي الكبير يا اختي، اسم الله عليكي يا اختي يا اختي على القمر. ابدا. سميحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا هنية؟ شفتي عفريت؟ لا 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 مش قصدي. ايه حتة الحلاوة دي؟ ايه القمصان الحمرا دي يا بنتي؟ ايه الحلاوة دي؟ وايه الغوايز دي؟ كل دي غوايز. هاتي حضني هاتي حضني هاتي حضني يا اختي يا اختي يا اختي. انت بتعملي ايه؟ برحب بيكي يا هنية. تعالي يا اختي. هاتك بالراحة شوية، البنت لسه عايزينها. اندهي على العيال خليهم يجي يسلموا على طنط. يا عيال يا عيال الحاج فواز، تعالوا بوسوا طنط. عياله كل دول يا اختي؟ ده في لبقك يا بنت. وقول الله اكبر. الله اكبر. يا ولاد خدوا طنط وفرجوها الجنينه، عايزاكم تبسطوها. فكي نفسك كده يا دلال مع العيال، وروحي ويجي معاهم كده يا اختي. ولا انت ما بتحبيش العيال؟ لا ازاي، هو في حد يكره العيال؟ دول نعمه حتى من عند ربنا. وبعدين يعني كفايه ان هم عيال الحاج فواز الصياد. خلاص يا عيال خدوا طنط. يا
الشغل. يلا. فيها هناء الحاج مال؟ قال انه مش جاي النهارده، والراجل بتاع الدفينيه ومعاه واحد لبناني جوه مع استاذ زكي. ما انا عارف زكي اتصل بيا، انا بسال عن الحاج عيان عنده ايه، ده كان زي الفل امبارح في الفرح. اقصى عليك يا شحاته، مش كنت تقول لي اجي اتفرج؟ كان نفسي اشوف الحاج وهو عريس. يا سلام، احنا في ايه ولا في ايه يا هناء؟ لما ادخل اشوف زكي ده عايز ايه؟ شحاته ارجع وقضيها لوك 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 لوك. نعم. هو انت ما صورتش الفرح على الموبايل؟ ده انا هصور قتيل في الشركه دي يا هناء، ده انت رخمه قوي. اشوف فيك يوم يا شحاته واشوف الحاج هو عريس. احنا ان شاء الله نروح نبص على البضاعه اللي في المخازن الاول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالى يا شحاته نشوف ايه الشغل اللي فيها ينفع وايه اللي ما ينفعش، وبعد كده ندي اوردر للمصنع بالشغل المطلوب. هي دي اوامر الحاج. اهم حاجه تبلغه سلامنا وتقول له الف سلام عليك يا حاج. وانا هون بمصر كام يوم، بتمنى الحق اشوفه ان شاء الله. هو بس ريح النهارده شويه ومن بكره ان شاء الله يبقى معانا. شحاته احنا ينفع نروح المخازن امتى؟ في اي وقت زي ما تحبوا، انا جاهز لو عايزين دلوقتي. يلا على خيرة الله، يبقى نتكل وخير البر عاجل. مشي الحال. اتفضلوا يا جماعة، اتفضلوا بيتكم ومطرحكم، اتفضلوا. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. إيه ده يا حاج؟ ده ولا مبنى المحافظة. محافظة إيه؟ ده أحسن من مبنى المحافظة والله. شايفة يا أم دلال؟ شايفة يا محروس يا أخويا، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. هي دلال هتعيش هنا؟ آه طبعًا. الله، ما هو ده بنت العيلة، وهي خلاص بقت واحدة من العيلة. اتفضل 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 يا حاج. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. حلو قوي التغيير اللي انت عملته ده يا استاذ محروس. شوف انتوا مستغرقون احنا ما لاحقين يا حاج. ايوه ايوه. اتفضل اتفضل اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مش كده، خيلتيني رجلين وبق. ايه يا هوانم يا هوانم يا هوانم جاردن سيتي؟ نعم. الحقوا اهلها وصلوا ومعاهم الحاج الكبير. اهلها دول فيهم رجاله؟ باين لي راجل واحد. يلا احنا بقى نقوم نستقبلهم. روحي دخليهم الصالون يا زينب، وانتوا تعالوا معايا. هنروح على فين يا نهار؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايف النجفة؟ آخر مرة شفت نجفة زي دي كان في سيدنا الحسين. أي بس النجفة دي درعتها كلها مكسرة وملحمية. بس برضه بسم الله ما شاء الله، قصر بحقه حقيقي. تعرف يا محروس يا أخويا زي القصور اللي بتيجي في الأفلام بالظبط. أفلام إيه يا أم دلال والعياذ بالله؟ إحنا لينا في الأفلام. أعوذ بالله أعوذ بالله. في يا أخ محروس؟ مالها الأفلام؟ ما احنا طول عمرنا متربيين على الأفلام دي. يا راجل يا مصر كان هيبقى لها طعم من غير الأفلام. والله عندك حق يا حاج، فعلا مصر اكتسبت طعم من الأفلام. احنا كان عندنا أفلام عظيمة، الناصر صلاح الدين و وإسلام. طبعا طبعا. ربع العدوية في النص الثاني بس يا حاج. تمام. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، الف مرحبا. الجماعه اهم نازلين، تحبوا تشربوا حاجه؟ اجيب لي شربات وهاتي حاجه حلوه بسرعه. يلا حاضر يا حاج. اما البنت وحشتني بشكل يا حاج. وحشتك ايه بس يا ست ابو جلال؟ لسه سايباك امبارح. اهي الليله دي عندنا يا حاج بمقام سنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مين دول يا حاج؟ دول معرفهمش، بس يمكن والله اعلم يكونوا جماعه الحاج. انا عاوز اشوف بنتي.
استني استني يا ام دلال لما نتعرف بالعيله ونتبارك بيها. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. سماهم على وجوههم. قربي يا انهار، سلمي على الست ام دلال. انا مش انهار يا حاج، انا سميحه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا والف مبروك وتبارك الله ما شاء الله. طيب قربي انت يا انهار، سلمي على الست ام دلال. انا مش انهار يا والحاج، انا هدى. اهلا وسهلا اهلا وسهلا والف مبروك وربنا يهدي. بتهيالي كده يا حاجة ما بدهاش ان فضلة دي تبقى الست انهار اللي انت بتدور عليها. انا مش انهار يا حاجة، انا انهار. كل سنة وانتوا طيبين. وانت طيبة يا ست، اللي فيكوا انهار ربنا يسترها معاكوا جميعا. تطلع تطلع الفواز ابني. انا عايز اشوف بنتي. عاوزة تشوفي يا ستي؟ عاوزة اشوف بنتي يا حاج. اكيد كلوها.